سلطات عمان، سلطات عمان. مرحبا أنا رفيق، اليوم من خلال قصة رفيق أتكلم حول دولة العربية. في هذه المرة سلطنة عمان لدي علاقة خاصة مع عمان. ميزة عمان الأولى اسم البلد متميز. عندما كنت في الجامعة كانت هناك حالات مثل هذه. أنا أحب عمان. رفيق، هل تحب عمان؟ سافرت الأردن؟ سأزور عمان في الشهر القادم. رفيق، أنا في العين جانب عمان، ممكن نتقابل. كتابة عمان وعمان هي نفس الشيء، الترجمة هنا نفس الشيء أيضا. بالإضافة إلى ذلك نقول عمان بالكوري أومن، معنى أومن الآخر هي غدرسة بالكوري. لذلك عند بحث عمان بالإنترنت باللغة الكورية أحيانا أرى صور مثل هكذا. لكن العماني ليس قدرس، سمعت أنهم مهذب. وأيضا عمان هي بلد فريد، يبدأ الاسم ب أو بالإنجليزي أستريا عنينا أو. على أي حال اسم عمان متميز. ميزة عمان الثانية المناظر الطبيعية جميلة جدا. قلت لكم قبل قليل عندي علاقة مع عمان. عندما عملت في شركة سياحة خططت الخدمة السياحية إلى عمان. بصراحة لم أزرها بعد. نزوة، صلالة، سوهار، مسقط رأس سيول ومسقط رأس سندباد سوهار. في هذه الأيام الشركات الكورية للسياحة بالخدمة السياحية إلى عمان بفضل زيادة شعبية لسياحة دبي. في عمان يوجد المناظر الطبيعية الجميلة، من المتوقع أن يزداد عدد السياح الكوريين. لكن عمان الجو حار مثل دول خليجية أخرى، أقترب بالسياحة في الشتاء. ميزة عمان الثالثة، عمان هي دولة سلمية. طبعا الدول العربية أخرى سلمية أيضا، لكن عمان أكثر استقرارا. يوجد في عمان العديد من الكنائس والمعابد الهندوسية والبوذية، ولا يوجد التوترات الدينية والصراع العرقي. إنها سلمية جدا. سمعت أن هذا الاستقرار بفضل سلطان قابوس، وهناك جامعة السلطان قابوس التي تتبادل مع جامعات كورية بشكل كثير. لذلك يسافر الطلاب الكوريون إلى عمان لدراسة اللغة والثقافة. عمان هي ثاني أكبر دولة خليجية بعد السعودية. وعند سفر إلى الدول العربية ممكن نرى الشعب العماني يرتدي معظمهم قبعة مثل هذا. وأقول لأصدقائي الذين يخططون السفر إلى دبي إن يجب الزيارة إلى عمان أيضا، وسوف أسافر إليها أيضا في المستقبل القريب إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. Thank you.